من الأدب مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يدعو الإنسان الله عز وجل ويتوسل إليه أن يوفقه للقاء صاحب الأمر والزمان. وهناك أعمال وأدعية قد يتمكن الإنسان في حال تأديتها وببركتها أن يصل لشرف اللقاء به عليه السلام، سواء في المنام أو في اليقظة، وذلك طبعا يكون مع التقوى وتهذيب النفس من كل غش وريبة وشك وشبهة، حتى يكون مؤهلا لذلك اللقاء.